مرحباً معكم دكتورة دينا قاسم مالك طبيبة أستان في أربيل عنوان العيادة شارع الأطباء قرب ترافيك تيراوة القلعة مجمع النور الطبي الطابق الأول شقة أي 13 هاي الفيديو يوضح طريقة صنع ابتسامة هوليود يسموها الدايركت فينير المباشرة اللي سعرها مناسب تتم العملية بجلسة واحدة فقط بدون الحاجة إلى برد الأسنان. هاي الصور أمامكم تشوفوها، هذا شغلنا عدة مراجعين ونماذج بسيطة وضحناها. اللون حسب اختيار المراجع وحسب الذوق، حسب لون البشرة. أكثر المراجعين يختارون اللون الأبيض الثلجي شبابي ومرغوب. وما يتصبغ هاي المادة أمريكية بيضاء اللون مثل العجينة يتم وضعها على الأسنان تشمل 20 سن أمامي طبقة خارجية فقط باللون الأبيض زورونا ملاحظة الدايركت فينير القشور التجميلية هي ثابتة وليست متحركة وثباتها مدى الحياه بالاعتناء بها والاهتمام شكرا لاهتمامكم